السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد على قناتكم قناة علي تك. معكم علي النجار من القناة. النهاردة هنعمل أنبوكس للابتوب جديد من الفئة المنخفضة. الموديل بتاعه ايديا 330 15 اي جي ام. الموديل نمبر بتاعه 81D1. تابعونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم قناة علي تك. معكم علي النجار من القناة. هنعمل النهاردة فتح صندوق للموديل اللي قلتلكم عليه في الانترو. هنشوف اللابتوب. نفتح زي ما احنا شايفين كده اللابتوب دليل المستخدم دليل السلامة ده جايد بتاع الموديل محتويات العلبة هنا المحتويات بتاع العلبة بيقولك ان في مانوال وادابتر واحد بس حاطين ادابتر واحد وفعلا جاي مع ادابتر واحد ده دليل التحديثات التلقائية للبرامج ادابتر UK واحد بس بعكس موديلات لينوفو التانية كان بيجي معها يوروب ويوكي ادابتور UK واحد بس زي ما احنا شايفين الكرتونة ما فيهاش اي حاجة تانية نلقي نظرة سريعة كده على اللابتوب بص ده كده مش عايزينه خلاص زي ما احنا شايفين اللابتوب بلون اونكس بلاك نفتح اللابتوب بسم الله ده حافظة للحماية ده شكل اللابتوب عليه هنا اللوجو بتاع انتل عليه اللوجو بتاع انتل هنا زي ما احنا شايفين من الجنب ده كده في هنا فتحة الباور فتحة الشحن في هنا الفتحة بتاع اللان ده HDMI فتحة HDMI اغلب اللابات الحديثة دلوقتي بيبقى جاي فيها الديسبلاي بورت بدل ال HDMI 2 USB ده 3.5 مليمتر خاص بالسماعات السبيكر وده ميموري كارد ريدر جنبيه هنا الليدتين الليدة بتاع الشحن والليدة بتاع الهارد ديسك نشوف من اليمة التانية من الجانب الاخر ده السي دي روم درايف دي في دي رام درايف وهنا مكان الكي لوك بتاع الكينجستون او الهاما التصميم زي ما انتوا شايفين التصميم ده مستخدم من اول المعالج سيلرون ال 4000 او ال 3050 لحد الاي 7 الجيل الثامن تصميم سيمبل وبسيط وجميل انتظرونا في معاينه سريعه لللابتوب بعد تثبيت الاوبريتنج سيستم عليه وفي نهايه الفيديو احب اشكركم وما تنسلوش تعملوا لايك وسبسكرايب في القناه شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.